الحديث النبوي وأوله قل صرت بالروح مسيرة شهرين، والمثار الآن الإسلام فوبيا والرعب من الإسلام. ألا ترى أننا نعيش هذا الإعجاز بقوة؟ أنا شايف مكاني، بس المشكلة أنا خايف لا تطلع فانس ناس، يعني فعلا الناس خايفة ولا حق أن تخاف، لأن طريقة الإعلام والأداء، يعني أنا مثلا أخوك جمال ما بيتابعش كورة كويس، ما أعرفش أبني باللعيب الكويس ولا كده، لكن كل الناس بتتكلم في السياسة، لما يتكلم في السياسة وسايب دقنه بس هو يحسبوا الناس على إن ده قيادة دينية. هي أحلاق اللعب سنة وما فيهاش تعزية وما هيش إشارة وسنة كمان، لا يمكن ربنا يسمع من الآن يقول أنا أخيك من الجنة درجة أولى ودي درجة سبعة عشان أعيدها ولا عشان أعمدها ولا عشان مش حافظ القرآن، إنما ممكن واحد يخش جنة ولا عشان كذاب. لازم الناس تبقى عارفة، يدعى الناس الأول. أنا عايز أقول متى يسلم الإنسان منا؟ أنت بدأت تقول لما يبقى عندنا سن الرشد، مش كده؟ طب من ساعة أمي ما ولدتني لحد اللي عندي 18 سنة، مش لازم يبقى جسمي كويس وعقلي كويس وصحتي كويس وبعدين يبقى ديني كويس؟ مش الأول يبقى في ناس؟ يبقى حضرات مصر ناقصة ناس، مفيش قوة إنسانية، مفيش قوة عقلية، مش ممكن الكلام ده أبدا. يعني ما تروح أي بلد تلاقيها مضيفة، وتيجي مصر تلاقي القاهرة فيها زبالة تعمل في العالم كله، مش ممكن. طب احنا عايزين نغير نفسنا، يعني لابد فترة الانتخاب دي إذا قدرتوا بدل ما هو 20 30 لازم يبقى في توافق. كيف ننتهي من قمامة القاهرة؟ كيف تحل أزمة المصر؟ والله أبدا من الاجتماع على مجلس الشعب ورئيس الجمهورية والدستور مشاكل المسلمين، اللي عايز يرشح يورينا كفاءته ومهارته في بلد من البلاوي. معقول مصر يبقى فيها 11 12 مليون عاجز والاراضي بلا قاعه كده، وبعدين نقول مين اللي يترشح 50% ولا لا؟ لا، احنا كلامنا كتير وارجو ان يكون فعلنا اكثر. نسال الله ان يسردنا ساعات رشد يعز فيها اهل العز ويذل فيها من هم اهل للزهد. وسلام الله عليكم. باسمي وباسمكم اتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم الكبير الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف، جزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك كله في ميزان حسناتنا وحسناته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا 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 الكرسي مش فاضل بيه. تفضل الشيخ، شرفتنا النهارده. انا سعدت بدعوه اللجنه السياسيه وقابلت مجموعه من رجال قضاء الواقف، اتمنى لهم وللنقابه اداء دور في حياه مصر ومشاركه في النهضه الدستوريه المرتقب، فان احقاق الحق يبدا من قلعه الراي وقلعه الحريه. نتمنى لكم جميعا دوام التوفيق. السلام الله عليكم ورحمة الله. شكرا ابو عبد الدكتور ابراهيم. ان شاء الله ساعات تفضل، خلي بالك فضيله الشيخ حصل على لسانس حقوق عام 2006. هل هيبقى في دعوات تانية ان شاء الله؟ على طول احنا كل يوم خميس كل يوم خميس من الساعة 12 ظهرا او اخر صلاة الظهر لغاية بعد صلاة العشاء، وفي افطار جماعي وفي لقاء مع المشايخ، والاسبوع القادم الشيخ محمد حسين يعقوب ان شاء الله. ان شاء الله ماشي بالتوفيق. الامور ماشيه الحمد لله، لان احنا نريد ان يتوحد المحامون تحت رايه التوحيد. نعم. واصبحت كل الرايات تفرق المحامين وتشرذمهم وتمزقهم، ولم يكن هناك من محيص الا من رايه الدين التي نرجو الله ونتطلع ونتعشم ونامل ان نتوحد جميعا تحت رايه التوحيد. وهذا اليوم الخميس يوم ايماني كامل، بحيث يبقى هو زي نهايه الاسبوع والويك اند عند المحامين، يبقى في روحانيات وبندي دفعه كبيره جدا، احكام تلاوه ومقراءه وعالم جليل من علماء الدين زي الشيخ جمال قطب، وبعد كده افطار جماعي للصائمين عشان نربي في المحامي كيف يعود الى حظيره الايمان مره اخرى. ونرجو من الله ان نتوحد تحت رايه التوحيد ان شاء الله. بالتوفيق يا دكتور. بالتوفيق. لا والله، 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 لا وال
سلام حبيبي وحديث مع فضيلة الشيخ. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا دكتور جمال. بس المسجد مش عاملين الناس. اه زيك.